Gotta go fast. God damn it! What is your problem? You're gonna ruin my fucking fan? سلام ومشعل أصدقائي، كيف الأجواء معكم هالأيام؟ عنا برد وأمطار وممكن نقول إنه الشتاء قرب خطوة لنا. وعلى ذكر الخطوات، كان عنوان الرسمة تريد اللي تعني خطوة أو المشي في مسار معين. غالبا في حياتنا يكون عنا أهداف خاطرنا نوصلها، لكن ولأن عايشين نمط حياة سريع جدا، كل شيء نفسنا فيه أو حاطينه كهدف لازم يصير بسرعة أو نتخلى عنه. نضغط على التطبيقات في الجوال وحابينها تفتح بسرعة، نتخطى الإشارات وندعس بنزين عشان نوصل بسرعة، حابين ننحف ونفقد وزن بسرعة، حابين نسوي بزنس ونحصل فلوس بسرعة. نفقد شغفنا وأحلامنا أو نخليها مجرد أمنيات لمجرد إنها ما تنفذت في وقت قصير، وتناسينا إنه في هذه الحياة كل شيء محتاج خطوات ووقت عشان ينمو ويكبر ويزدهر. خلونا نرجع وقت ما كنا أطفال صغار. لو كنا بنفس عقلياتنا وتفكيرنا الحالي، كان ولا طفل منا كبر وتعلم كيف يتكلم أو تعلم كيف يمشي أو كيف يتفاعل مع الناس حوله. لو لاحظنا الأطفال، صدرهم رحب للأخطاء والتجارب، تركيزهم ينصب على حاجة واحدة بس، يشوفوا الأشياء اللي حولنا بنظرة مختلفة، حاسين بالحياة ومركزين على التفاصيل، حرفيا عايشين اللحظة. لو تأملنا في تعلم الطفل للمشي، كيف يطيح ويرجع يوقف، يتشقلب، يتألم، وأحياناً يؤذي نفسه، لكن يستمر بالمحاولة لما يقدر يوقف على رجليه. كلنا كبشر مرينا بهذه التجربة، وكأطفال حاولنا بكل ما عنا عشان نعرف نمشي. لكن تساؤلي، إيش اللي يخلينا كأشخاص بالغين نفقد الأمل بسرعة ونستعجل على الأشياء، وأحياناً ما نحاول ونظل خايفين؟ Thank you.